اكيد مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، ودائما ضمن صباحاتنا بنضوي وبنركز على العمل الانساني التطوعي. اكيد رشا، يعني على مدار 12 عام من الحرب على سوريا وكمان ايضا خلال فتره الكوارث الطبيعيه الزلزال، ظلت هي المؤسسه على درايه وعلى استمرار بمبادراتها الاغاثيه، ان كان للاهالي المتضررين او للاطفال اليتامى، وكانت عم تسعى دائما لتحقيق الاثر المستدام عن طريق الحملات التوعويه او المساعدات الانسانيه. أكيد يا عفاف، وشفنا مثل ما ذكرتي خلال السنوات السابقة من أزمة كورونا لسنوات الحرب لكارثة الزلزال، كانت يعني كان في فزعة من المؤسسات التطوعية السورية الإنسانية الخيرية وكانت موجودة على الأرض. اليوم رح نضوي على سوريا بتجمعنا، ونحن دائما متعودين على نشاطاتها، متعودين على أعمالها ومبادراتها، ونحن هلا قربنا على فتوح المدارس. يعني اليوم بدنا نقول الله يساعد الناس، وخاصة عنده أكثر من طفل ضمن هي الظروف الاقتصادية وضمن غلاء الاسعار، صار تكلفه الاطفال كثير عاليه، فاليوم دائما هنن بيكون لهم بيكون هدول الاطفال حصه للاشخاص اللي عندهم حاجه والاكثر احتياج بتامين لباس واغراض المدارس. رح نضوي على جميع المشاريع اليوم ونشوف شو اخبارهم ووين وصلوا باتجاههم العمل الانساني. وضيفتنا لليوم هي فيفيان فرح، وهي متطوعه في مؤسسه سوريا بتجمعنا. صباح الخير يا فرح. صباح النور. صباحك فرح. صباح الخير يا فيفيان. صباح فيفيان. فيفيان خلينا نتعرف من الاول، كيف يعني من 12 سنه انتم على درايه بالعمل المتواصل، لا كلل ولا ملل باي مناسبه، باي كارثه، باي على قدوم المدارس، كمان رح يكون لكم مشاركات ومبادرات. خلينا نرجع للبدايات، يعني من 12 سنه بداياتكم كيف كانت وكيف بداتوا؟ هلا سوريا بتجمعنا هي بلشت من 12 سنه من بدء الحرب على سوريا، لما حسينا انه بلدنا بحاجه لنا نزلنا على الارض لنكون ايد واحده مع اخواتنا واهالينا لنساعدهم، نكون حدهم بهي الاوقات الصعبه اللي عم تعيشها سوريا، لنقدر نساعد اي حدا. فنحن عنا عده برامج، عده مشاريع لنقدر نساعد، مثل ما حكيتي للمدارس هلا عم نحضر شيء. طبعا سوريا بتجمعنا 12 سنه من العطاء واكيد مكملين. اكيد بهمتكم وبهذا النفس الشباب دائما، وقت بكون العمل الانساني التطوعي مع الشباب بتحسي دائما في عطاء وفي طاقه للتجديد، وخاصه وقت بتشوفي نتيجه حلوه لعملك قد ايه بتفرحي اليوم انه انت هذا العمل ما راح يعني هيك هباء مثل ما بيقولوا. كثير من المبادرات اشتغلتوا عليها وكنتوا عم تتوجهوا لفئه من الناس، يعني اليوم خلينا نكون شوي واضحين، اليوم كل الناس يعني صارت بجوز فئات مستهدفه او الاغلبيه، اليوم على شو عم تركزوا اكثر شيء؟ هلا نحن الفئات المستهدفه اكثر شيء هي وعوائل شهداء الجيش العربي السوري، جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، بعض الحالات المرضية، كبار السن، العوائل الفاقدة للمعيل واللي هي بحاجة والأكثر حاجة. يعني خلينا نحن عم نتابع هلا شويه صور من عملكم ومبادراتكم، خلينا نعرف نحكي اكثر عن الاغاثات يلي قمتوا فيها، او حتى كان لكم مشاركات بالدعم النفسي عن طريق المبادرات حتى او اخصائيين نفسيين، خلينا نحكي عنها هلا. طبعا نحن صار عندكم اليوم العمل الإغاثي والإنساني يمكن هو من المرتبة الأولى، وخاصة شفناكم يعني دائما من تحياتنا لكل أكيد سوريا كادر سوريا بتجمعنا الأستاذ رامي وبقية الأعضاء، كانوا يخبرون أنه كنتم متواجدين نفسيا قبل الإغاثيا. طبعا يعني نحن عم نحاول هلأ يعني تطلعات سوريا بتجمعنا رح تنتقل اكثر هلا للدعم النفسي للشيء التنموي، يعني طبعا الاغاثي هو كثير مهم بس التنموي كمان نحن هلا بحاجه له، الدعم النفسي خاصه للاطفال لطلاب المدارس، لاهالي الاطفال كمان نحن اليوم كمان للضحايا اللي صار بالزلزال والحرائق، يعني نحن كلهم عم نكون نحن متواجدين معهم عم نحاول انه نساعدهم وعم ندعم نفسيا قبل ما انه نحن ندعم شيء اغاثي. لحد الان مستمرين
مصابين لسه بالدعم النفسي، لسه في عم تشوفوا اشخاص او اطفال عندهم صدمات عم تحاولوا تخففها؟ طبعا هو اكثر شيء بالزلزال يعني طبعا نحن مستمرين اكيد. طيب فيفيان خلينا نحكي مشاريع اليوم، شو في تحضيرات جديده؟ يعني نحن كنا عم نواكبكم بمعظم، اذا مو الكل، خلينا نقول بمعظم اعمالكم ومبادراتكم يعني، وكنتوا دائما نشوف صباحنا غير لنحكي اكثر عن هذا المشروع الانساني. اليوم شو عم تحضروا؟ احنا هلا مع افتتاح المدارس، بدا افتتاح المدارس او قرب افتتاح المدارس، عم نحضر لتوزيع حقائب مدرسيه، توزيع لباس مدرسي للطلاب، خاصه بهي الازمه الاقتصاديه اللي صارت صعبه كثير تامينها. كمان مثل ما حكيت دعم نفسي للطلاب لحسن للرجوع للمدارس، مشان كمان ظاهره تسرب من المدارس عم نحاول نوعي، نعمل حملات توعويه بهذا الموضوع. نحن هلا كمان ضمن حملات على امتداد الوطن عنا مشاريع توزيع طحين على بائعي خبزة التنور. عنا مشاريع كمان كتير يعني هي مستدامة وبعدها مستمرة. شباب نبض الوطن، شباب نبض الوطن هي اللي عم تستهدف لطلاب المدارس لتوزيع الكتب المدرسية، القرطاسية، لباس مدرسي. خلينا هيك نستذكر المتطوعين بمؤسسة سوريا بتجمعنا، أكيد بدنا نوجه لهم تحية لكل كادر المؤسسة. اليوم المتطوعين عم يكون العدد متوازي مع المشاكل يلي عم تصير، عم يتم التنسيق بين هاي الأمور؟ طبعا لانه نحن هلا كادرنا كبير ومتطوعين اكثر، فكل واحد حسب وقته يعني. طبعا نحن كلنا طلاب مداري، طلاب جامعات، عم نكون كلنا موظفين، فنحن ايد وحده بنشتغل. وقت ما اكون انا موجوده في غيري موجود دائما يعني. نحن بننسق لفعالياتنا او مشاريعنا اللي عم نقوم فيها، وعم يكون التواجد اكيد يعني هو متوازي مع الشغل اللي عم نشتغله بالمقر. في تشبيك بين مؤسسات ثانيه؟ اكيد في تشبيك، التشبيك كثير مهم وضروري بين المؤسسات الثانيه. عندنا اتفاقيه او تشبيك مع قرى الاطفال اس او اس اللي صارت كمان بالزلزال، ومع الامانه السوريه للتنميه كمان شبكنا معه وقت الزلزال. فيفيان خلينا هيك نرجع ونركز على حمله شباب نبض الوطن، يمكن الناس اليوم بحاجه لهي الحمله بشكل كثير كبير. وقت اليوم انتم عم تعلنوا او تطلقوا حمله، اليوم عم تشتغلوا على داتا، وهي الداتا اكيد يعني بعد بحث اليوم انتم رحتوا بتنظيمها، اليوم كيف نظمتوا هي الداتا؟ طبعا عندنا قوائم بتجينا، طبعا احنا بنشتغل تحت اشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، ممكن ناخذ هي القوائم منها، ممكن مؤسسات وجمعيات اخرى، نحاول انه نشبك بين بعضنا لنوصل لقائمه معينه. والمخاتير اليوم لهم دور بهذا العمل يعني، ممكن توصل للعوائل المحتاجه، نوصل للعوائل المحتاجه والاكثر حاجه اللي نقدر نحن نلبيها ونكون معها. تتغير هي الداتا بين فتره وفتره؟ اكيد طبعا اكيد. نحن كل سنة أو كل مشروع عندنا فئة مستهدفة معينة، وطبعاً هي حسب الفئات المستهدفة عم يصير التغيير. طيب فيفيان خلينا نعرف رؤية المؤسسة بالمرحلة القادمة لوين متجهة؟ في أشخاص محددين أو فئة محددة رح تكون العمل قائم عليها أكثر شيء بالفترة القادمة، ولا شو مشاريعكم أو شو الرؤية للمستقبل؟ لا، رؤيتنا الجديدة للمؤسسة أو أهداف المؤسسة بالمرحلة القادمة إنه نحن ننتقل من المشاريع الإغاثية للمشاريع التنموية. نحن اليوم بحاجة كثير لمشاريع تنموية، نمسك بإيد أهالينا أخواتنا، نساعدهم من أنه هو طالبين حاجة أو مساعدة ليصيروا أشخاص فعالين بالمجتمع، قادرين أنه يعيلوا حالهم. نحن ما بدنا نضل يعني يضلوا هدول الأشخاص معتمدين على المؤسسات، لا، نكون نحن حدهم ليقدروا يطوروا من حالهم. رح تكون من خلال ممكن مشاريع صغيرة أو متناهية الصغار لهدول الأشخاص المستفيدين، ممكن دورات تعليمية مهنية أو تدريبية مهنية أو يعني مهنية تطوير ذات، أي شيء بيقدروا انه يشوفوا حالهم بيقدروا يفتحوا مشروع فيه او يصيروا يشتغلوا فيه. وكمان عندنا التنموي التعليمي، هذا من اهم اهداف سوريا بتجمعنا بالمرحله القادمه، وخاصه ظاهره التسرب من المدارس. نحن بدنا نضوي كثير على هي النقطه، بدنا نبرز مخاطرها كثير، وخاصه بهي الازمه الاقتصاديه عم نشوف كثير انتشرت. فنحن بدنا ندعم الاهالي لحتى الطلاب وابنائهم يرجعوا للمدارس. رح نعمل حملات توعويه كمان للطلاب، دعم نفسي للطلاب ليرجعوا للمدارس.
يدرسون، يعني هي من اهم الاهداف هلا ان شاء الله بالمرحله القادمه سوريا بتجمعنا. طالما الهدف اليوم انساني يعني بحت، فبدنا نقول لكم اكيد يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم. شكرا كثير لكل شيء عم تقدموا اليوم، يعني سوريا انتم بالنهايه ابناء وانتم بحاجه لكم دائما. بنتمنى لكم الدعم ان كان من الجهات الحكوميه وان كان حتى من الاشخاص القريبين للمؤسسه، كمان دور المغتربين جدا مهم بهي الازمه. بنتشكرك فيفيان لحضورك وتحياتنا من خلالك لكل كادر سوريا بتجمعنا، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه فيفيان وكل التوفيق لك. شكرا.